السم الهاجري مسيطرة على مقدمة الشوط. المركز الثاني نتابع مع ثاني المراكز وثاني التحديات متابعينا الأعزاء القادمة والمنطلقة في المركز الثاني. غدير للسيد سعيد بن الصباح بن سيف الماجد النعيمي مع ثاني المراكز يقدم لنا غدير، بينما المركز الثالث نتابع المنطلقة في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء العنود للسيد محمد بن طالب مسلب بن عقيل النابت المري يتواجد في المركز الثالث. المركز الرابع من تتسلل مباشرة مشاهدي الأعزاء طلة لسالم بن عامر بن راشد المهوشي في رابع المراكز. المركز الخامس العنود للسيد سالم بن عبد الله بن سالم الدوسري على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام عبر قناة الريان الفضائية من هنا من ميدان التحدي، حيث المنافسة تجتمع ما بين هذه الأسماء المميزة والمنطلقة والباحثة بناموس هذا الشوط. نعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول. خود خود للسيد خالد بن سالم بن فهد بن سالم الهاجري على مقدمة الشوط يقدم لنا انطلاقة خود في أول المراكز، بينما طلة في ثاني المراكز بهذه الطلة المميزة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي أحد ضيوفنا الكرام القادمين من سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة هنا في هذا الميدان ميدان التحدي. المركز الثاني الزعيمة تصل للسيد سالم بن عبد الله بن جار الله النابت المري من غيرت مباشرة وخطفت المركز الأول. المركز الرابع المركز الرابع نتابع حرب من تشن الحرب في هذه اللحظات وتنطلق مباشرة إلى المركز الثالث للسيد عبد الله بن عجيان بن محمد آل جحيش المري على مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام غارة لعبد الهادي بن علي بن حسين الحرب المري القادم مع غارة في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه المنافسة، هذه التحديات التي تحضر دائما في ميدان التحدي، ميدان الشحنية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول مع الزعيمة، ولكن اللي خطفت المركز الأول في هذه اللحظات نتابع شعار بن حرب يقدم غارة من تشن الغارة في هذه اللحظات وخطفت المركز الأول للسيد عبد الهادي بن علي بن حسين الحرب المري، بينما الزعيمة في ثاني المراكز لسالم بن عبد الله بن جر الله النابت المري، وعلى ثالث المراكز حربة لعبد الله بن عجيان بن محمد المري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع المركز الرابع نتابع الهاربة للسيد حمد بن سالم بالعلي باللنقح المري القادم مع مستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس الشايبة لمبارك بن راشد بن محمد العاوي القادم على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بحضراتكم إلى البداية، نعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام الصدارة، غارة، هذه غارة مشاهدينا الأعزاء لعبد الهادي بن علي بن حسين الحرب المري على المقدمة على الصدارة يقدم لنا غارة، ولكن هنا الزعيمة الزعيمة تساند غارة في هذا الشوط للسيد سالم بن عبد الله بن جر الله النابت المري مع ثاني المراكز. المركز الثالث نتابع حربة لعبد الله بن عجيان بن محمد آل جحيش المري على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع وصل الظن لعلي بن محمد بن علي بن سوير المري القادم على مستوى المركز الرابع لأول إذاعة، تنضم ظن إلى رابع المراكز. المركز الخامس نتابع الشايبة مبارك بن راشد بن محمد العاوي على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، الأسماء بدأت تتدخل وتنطلق إلى المراكز الأولى، ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة حيث الزعيمة هي على الصدارة. 1200 يا مالك الزعيمة 1200، ولكن شعار بن سويري القادم مع ثاني المراكز يقدم ظن خالد بن محمد بن علي بن سويري المري غير مباشرة وخطف المركز الأول، وهنا الزعيمة مع ثاني المراكز سالم بن عبد الله بن جر الله النابت المري. الكيلو المتر الأخير يا مضمرين، الكيلو المتر الأخير يا
متابعين هذه الرياضة. المركز الثالث وصلت غارة عبد الهادي بن علي بن حسين الحرب المري، ولكن شعار جيان شعار حربة عبد الله بن عجياب محمد الجحيش المري. والقادمة في هذا الشوط الدوحة وصلت الدوحة لإبراهيم بن سعيد بن عبدالله الكعبي. الكعبي قادم في هذا التحدي مع الدوحة في المركز الخامس. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، وهنا أيضا شعار اللورد القادم مشاهدينا الأعزاء بتقدم الكايدة ناصر بن سالم بن سعيد بن محمد العيدة بمتابعة حمد بن راشد بن راية المري. من يتابع الكايدة وصلت الكايدة، وهنا أيضا شعار بن سويري على الصدارة. شعار بن سويري قائدا لهذه المسيرة مع ظن خالد بن محمد بن علي بن سويري المري. وهنا الزعيمة تريد الزعامة، ولكن ظن مشاهدين الأعزاء على المركز الأول. وهنا أيضا الزعيمة تحاول في الأمتار الأخيرة في الأمتار واللحظات المثيرة، ولكن ظن على الصدارة. خالد بن محمد بن علي بن سويري المري ينتزع المركز الأول، يخطف هذا الناموس المميز. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك على هذا الأداء الجميل مع ظن. تهانينا لخالد بن محمد بن علي بن سوير المري على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني الزعيمة للسيد سالم بن عبد الله بن جر الله النابت المري. المركز الثالث جاءت فيه مشاهدي الأعزاء الدوحة لإبراهيم بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الكعبي. المركز الرابع جاءت فيه الكايدة لناصر بن سالم بن سعيد بن محمد العيدة. المركز الخامس وصلت في مشاهدينا الكرام شوق لحمد بن سالم بن مبخوت آل حنيتم المري. إذن مشاهدينا الكرام شوط حمل الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة. حضر الظن للسيد خالد بن محمد بن علي بن سويري المري خاطفة ناموس هذا الشوط بتوقيت وقدره 7:39 و26 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك لبن سويري على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وصلت الزعيمة لسالم بن عبد الله بن جر الله النابت المري 7:39 وجزئين من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثالث جاءت في مشاهدينا الأعزاء الدوحة لإبراهيم بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الكعبي، والتوقيت الزمني 7:41 و55 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.